معانا كمان على التليفون مولانا دكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. ازيك يا دكتور؟ سلام الله عليكم وعليكم جميعا السلام ورحمه الله وكل وبركاته. عام وانتم بخير. كل سنه وحضرتك بصحه وسلامه مولانا. مولانا يعني كذلك. نصيحه للحجيج خصوصا ان الدنيا بتبقى زحمه، ساعات بيبقى فيه تدافع الى اخره، سلوك الحاج وهو في عرفه ثم في تاديه بقيه المناسك. احسنت وجزاك الله كل خير. ربنا يخليك لنا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله سبحانه وتعالى يعلمنا وسائل الأمن والأمان والسلم والسلام في تأدية الشعائر والمناسك، فيبتعد الحاج بقدر الإمكان عن إيذاء الآخرين ويؤثر غيره بالسلامة. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر أن من حج البيت، يعني البيت الحرام، فلم يرفث ولم يفسق وبطبيعة الحال لم يجادل، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فالحج يؤصل فينا مكارم الأخلاق، لا داعي للتدافع مثلا عند الحجر الأسود. أيوة. مثلا نعم، يجب برضه عدم المكوث كثيرا امام قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسح المجال لغيره. كذلك عدم يعني التدافع للجلوس في الصفوف الاولى. ايوه. فمكة كلها حرم والمسجد الحرام كله حرم، حتى المسجد النبوي كله حرم مدني. يبتعد الحج بقدر الإمكان عن إيذاء غيره حتى يكون الحج مقبولا عند الله عز وجل. ويبتعد كذلك عن الشعارات السياسية، فالحج ليس مزادا ولا مجالا لأي أعمال سياسية، لأن الحج إنما هو تجرد لله عز وجل. طبعا طبعا. نعم. والناس تحافظ على هدوء الأعصاب، يعني ما يتنرفزوش بسبب الزحمة بسبب الحر إلى آخره. نعم. احنا رايحين. نعم. في ضيافة الرحمن، يعني ما فيش. نعم. بعد كده تأدب. أحسنت. والرسول عليه السلام قال: أحب الأعمال إلى الله أحمزها أي أشقها. فالإنسان بيتحمل، والحمد لله الأمور ميسرة غير الأزمنة الماضية. طبعا. يعني هناك ملطفات من المياه المتناثرة في الطرقات. أيوة. والمكيفات والمراوح والشمس وما شابه ذلك. أسأل الله أن يعينهم وأن يعينهم على شعائرهم وعلى مناسكهم، وأن يعيدهم مأجورين سالمين غانمين، وأن يوفق رئيسنا المحبوب بان الجمهورية الجديدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيده مأجورا متابا محفوظا إلى وطنه وشعبه. آمين يا رب يا رب. أشكرك جدا 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 يا مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.